يسعد صباحكم مشاهدينا، وصباح جديد نبدأه معكم وعلى كل طاقم العمل، وعليكم مشاهدينا صباح الخير يا صبري. شكرا يا سمر، وصباح النور، وأتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. لك يا رب. وأيضا صباحكم سعادة وفرح، وصباحتنا كلها أمن وسلام ومحبة بإذن الله علينا وعلى يمننا الحبيب، وصباحنا يتجدد كل صباح عبر شاشة اليمن اليوم. فأهلا بكم مشاهدينا، وحلقتنا لهذا اليوم متنوعة، وفيها في فقرتنا الرئيسية الريادة المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع. وأيضا أعزائي المشاهدين، في المنوعات أهم الأطعمة الغنية بالكولاجين، وفي الموضة أحدث صيحة ألوان وموضات شتاء 2023، وفي الملف الفني أيضا هايثم شاكر يطرح أحدث أغنية شفت تجمعه بمرنا هشام. وأيضا في الفن، فيلم نبيل الجميل محمد هنيدي يحصد 650 ألف جنيه أمس في دور السينما. وفي الفقرة الطبية احتكاك المفاصل، الأسباب الوقاية والعلاج. مرحبا بكم مجددا السادة المشاهدين، أحييكم أنا وزميلتي سمر وجميع طاقم العمل خلال هذا الصباح الشتائي البارد. نتمنى في البداية أن يكون يومكم سعيدا ودافئا رغم أحوال الطقس الباردة. عن أجواء الشتاء الجميلة ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء المهندس رشيد العريقي، خبير الأرصاد الجوية. باش مهندس رشيد صباح الخير. لا شك بأنه انخفاض درجات الحرارة قد أثر على المحاصيل الزراعية، أيضا أصدرتم يوم أمس نشرات تحذيرية، ما هو الجديد خلال هذا الصباح وكم سجلت محطات الرصد الجوي لديكم؟ أحييك أخي صبري والجميلة سمر وأسرة البرنامج وجميع مشاهدينا الأكارم. تواجدت السحب وبكثافة خلال الثلاثة الأيام الماضية على سواحل بلادنا الشرقية وأجزاء من الجنوبية، وهطلت ولله الحمد أمطار خفيفة على أجزاء من الغيضة محافظة المهرة وعلى مدينة الحامي، وصباح يومنا هذا على مدينة الشحط شرق سواحل حضرموت. كما تشكلت الشابونة المائية وبكثافة على صحاري وحدود بلادنا في الربع الخالي، وظلت الأجواء الباردة والباردة نسبيا تؤثر على أغلب المحافظات الجبلية وأجزاء من الأبواب الداخلية، إلا أنها ولله الحمد كانت أعلى من المعدل، وقد سجلت أقل درجة حرارة فجر يومنا هذا الأحد في دمار 5 درجات مئوية، وفي عمران 6.4، وفي صنعاء 7 درجات مئوية، وفي المحمود 11.2، وفي حكة 11.4، وفي عتق 12 درجة مئوية، وفي سيئون 17 درجة، وفي الغيضة 18.9. طبعا الأجواء نقدر نقول عليها لم تؤثر أخي صبري طبعا مشاهدين الأكارم، ولم تؤثر أيضا خلال اليومين المقبلين على المحاصيل الزراعية إن شاء الله، لأنه درجة الحرارة مع وجود رطوبة ستعمل على أن لا تتأثر يعني المحاصيل الزراعية في أي محافظة من محافظات بلادنا. وهنا هو طبعا توقعات وتنبيهات. أيوة، ممكن نعرف التوقعات يا باشمهندس رشيد. نعم أختي سمر، فعلا يتوقع المركز الوطني للأفاد الضوئية بنسبة التي وجهها قبل لحظات، طبعا استمرار الأجواء الباردة والباردة نسبيا تؤثر على صعدة وعمران وصنعاء ودمار والبيضاء والمناطق المرتفعة من الطالع وأبين ولحب وأب وشبوة، وتشكل الشابورة المائية والضباب على مناطق متفرقة من غرب صعدة وحكة والحويت وريمة وأب وتعز ولحب وأبين، وتنشط الرياح على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، لهذا المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه متالية البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومنخفض المندب من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، كما ينبه المواطنين في المناطق الباردة والأول مسافرين إليها بأخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة، وسائقي المركبات في الطرقات والمتحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية والطبع. هذه أهم التوقعات والتنبيهات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد الجوية الصباح يومنا هذا، أو نقول قبل دقائق من الآن. شكرا لك باشمهندس رشيد العريقي، خبير الأرصاد الجوية. ريادة الأعمال تخلق فرص عمل جديدة
من خلال العروض الرائدة التي يقدمها رواد الأعمال التي تؤدي إلى أيضا توفر وظائف جديدة يمكن أن ينتج عنها تأثير في الاقتصاد، كما يؤدي أيضا تحفيز الشركات والقطاع ذات الصلة التي تدعم المشروع الجديد إلى المزيد من التطور الاقتصادي في البلد. يعني على سبيل المثال أسس عدد قليل من شركات تكنولوجيا المعلومات صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية طبعا في التسعينات، وسرعان ما تجمعت هذه الصناعة في مجال المبرمجين الخاصين بها، لكن أهم من ذلك أنه استفاد منها ملايين من القطاعات الأخرى. ولو نظرنا أيضا إلى العديد من الشركات التي بدأت صغيرة في العديد من دول العالم، وخلال سنوات يعني نمت هذه الشركات وأصبح لها تأثير على مستوى كبير. أيضا يتميز رائد الأعمال عن المدير المحترف بأن الأول إما أن يستثمر الموارد الخاصة الموجودة لديه أو بيجمع رأس المال من مصادر خارجية، وبالتالي بيتحمل كامل المسؤولية في حالة الفشل وبيحصد أيضا المكافآت في حالة النجاح، في حين أن المدير المحترف بيقوم بالعمل مقابل أجر نقدي ما بيكونش عليه أي تحمل للمسؤولية في حالة الفشل أو في حالة النجاح. لذلك يمكننا أن نقول أن رائد الأعمال هو مجازف، أما المدير المحترف هو ببساطة مجرد شخص منفذ. أيضا أعزائي المشاهدين، ريادة الأعمال تعمل على تنمية المجتمع، حيث يقوم رواد الأعمال برعاية مشاريع ريادة الأعمال بانتظام، كما يستثمرون في مشاريع مجتمعية هامة ويقدمون الدعم المالي للجمعيات الخيرية المحلية. هذا طبعا يتيح المزيد من التطوير من وراء مشاريعهم الخاصة، وقد استخدم بعض رواد الأعمال المشهورين أموالهم لتمويل القضايا المهمة من التعليم إلى الصحة، العديد من المجالات المختلفة. للحديث أكثر مشاهدينا حول ريادة الأعمال ودورها في تنمية وخدمة المجتمع ومفهوم أيضا ريادة الأعمال، هيكون معنا ضيفتنا في الاستوديو رائدة الأعمال والناشطة المجتمعية بسمة عبد الفتاح. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا صور، وأهلا بحضرتك أستاذ صبر. شكرا يا بسمة، ومسرورين بوجودك معنا خلال هذا الصباح، خاصة وأنت ناشطة مجتمعية، وسوف نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لو تحدثنا عن مفهوم إدارة الأعمال أو التعريف بإدارة الأعمال. لو هنتكلم عن ريادة الأعمال فهو ده مفهوم ظهر من فترة، ودي اللي حفزه التكنولوجيا، وأنه بقى فيه شخص بيعتمد على التكنولوجيا لحل مشكلة بيواجهها في المجتمع. زي مثلا لو هنتكلم على مثال مثلا في مصر، فسويفل مثلا دي شركة ناشئة، كانت شركة ناشئة في 2016، مجموعة شباب شافوا ان في مشكلة معينة في المواصلات في مصر، فحلوها بان هم وفروا زي مشروع او زي مايكروباص يقدر ينقل عدد كبير من الناس من نقطة A لنقطة B، سعره أقل من البديل لي ومنظم أكتر، ومنظم طبعا أكتر. فده حل بيعتمد على التكنولوجيا، جاي من رواد أعمال، ناس بفكر مختلف شافوا إن في مشكلة وهم عندهم الحل ليها، اعتمدوا على التكنولوجيا علشان يلاقوا حلول للناس اللي بتواجه المشكلة دي. ده بكل بساطة يعني. طيب أكيد طبعا في فرق بين ريادة الأعمال وإدارة الأعمال، ولا هم الاثنين نفس المفهوم؟ يعني إدارة الأعمال بتيجي بعد ريادة الأعمال، يعني أو actually ريادة الأعمال هي فكرة ناشئة، يعني فكرة مبتكرة مختلفة حد بيطلع بيها عشان ينفذ مشروع. إدارة الأعمال هي مشروع قائم فإحنا بندير الأعمال بتاعته. فده الفرق ما بين الشركة الناشئة والشركة القائمة أو اللي هو الكوربريت يعني والستارت اب. طيب لو حبينا يعني نوصل المفهوم بطريقة مثلا غير مثلا هذا المثال، بطريقة أنه إيش هو ريادة الأعمال في مفهوم مثلا حياتنا اليومية أو في مجالات عملنا مثلا؟ ريادة الأعمال بالتحديد هي أن احنا نلاقي حل مختلف، يعني غير الحلول التقليدية. فإزاي أن احنا نقدر بأقل الإمكانيات نحل مشكلة بيواجهها حد معين. وهو ده بقى الشركات الناشئة الكتيرة قوي اللي قامت، يعني احنا مثلا لو هنتكلم عن الهند مثلا، الهند عندهم 105 دلوقتي يونيكورن، يعني بليون دولار كومباني، يعني دي حاجة كبيرة طبعا. انه دول كلهم مين اللي فكر في الفكرة دي؟ مجموعة شباب.
بس فكر مختلف. شافوا ان في مشكله مش محتاجه ان انا اعمل MVP او ان انا اثبت للناس ان الفكره دي فعلا, او اثبت للمستثمرين ان الفكره دي فعلا مطلوبه وحضرتك لما يستثمر فيها ده هيجيب عائد للمجتمع وليه. فهو بيبقى فكره بسيطه بينزل بيها السوق يتستت او يختبرها, ولما تلقي نجاح بيروح بيها المستثمرين عشان يكبر الفكره دي. ده باختصار شديد. استاذه بسمه, هل بتشوفي انه الشباب عندما ينخرطوا في العمل في المنظمات الشبابيه, في الجمعيات الخيريه, في المبادرات المجتمعيه, هل هذه بتخلق لدى الشباب والفتيات انه ينمي قدراتهم, انه يكون رائد اعمال ومحفزه على انه الشباب يعني يعملون شيء من اجل خدمه مجتمعهم ولو حتى عبر مشاريع صغيره؟ طبعا لما حد بيبقى عايش المشكله بنفسه وبيشوف احتياجات الناس الحقيقيه وبيعيشها بشكل, يعني انا مثلا انا اشتغلت في منطقه فقيره حوالي 6 سنين من حياتي, بخدم في قطاعات مختلفه فيها, فده خلاني المس الوجع الحقيقي او المشكله الحقيقيه اللي الناس دي بتواجهها. فلما فكرت ان انا اعمل شركه, وده برضو هنتكلم عنه اكتر, فانا كنت بفكر في الامباكت بتاعه او التاثير المجتمعي بتاعت الفكره دي, مش مجرد ان انا بطلع فكره عشان اكسب منها فلوس. فممكن طبعا طبيعي يعني الواحد يبقى عايز يعمل مشروع عشان يكسب منه, بس لما يفكر على البعد المجتمعي وتاثيره في المجتمع, لما يجي يفكر في فكره مشروع ده اكيد بيفرق بشكل كبير جدا. صحيح. يعني انا مثلا كنت بشتغل في منطقه كنا بنعمل معارض كسوه كتير قوي, وكنا بنجمع هدوم علشان نعمل تبرعات. كان الفيدباك او الناس بتقول لنا, الناس في المنطقه الفقيره, ان هم مش بيلبسوا اللبس بتاعنا بالتحديد. فانا فكرت انه هو فعلا الناس دي محتاجه اكتر لدعم مالي عن الفلوس دي, عن الهدوم دي. فازاي ان احنا نقدر نحول الهدوم اللي احنا مش عايزينها لفلوس ممكن الاونر بتاع الهدوم دي يستفيد منها, هو ياخد الفلوس, او لما صحيح. يبيعها يقدر ان هو يتبرع بالعائد. صح. غير ان هو يدي الهدوم على طول للحد المحتاج, هو مش هيلبسها, ففي الاخر هتتحول لويست او هدر. يعني نفهم من كلامك يا بسمة ان هذا يسمى تدوير الملابس القديمة او الملابس المستعملة. بالظبط, ده بقى احنا بنربط ما بين الخدمة المجتمعية وريادة الاعمال واعادة التدوير والسستينابيليتي او الاستدامة. طب هل في مجالات معينة بتشملها ريادة الاعمال او جميع المجالات, طب او كل المجالات؟ اي مجال فيه فكرة انوفاتيف وبتعتمد على التكنولوجيا بتندرج تحت ريادة الاعمال. هي دي بكل بساطة. فاه طبعا ريادة الاعمال في كل التخصصات وكل المجالات, لان كل المجالات بتعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير, والحلول التكنولوجية المبتكرة ده كل ده يندرج تحت ريادة الاعمال. طيب ذكرنا في المقدمة انه طبعا المدير المحترف او كده اكيد في صفات بتتواجد في المدير المحترف او في القائد المحترف, اكيد ايضا في صفات معينه او سمات معينه يجب ان تكون موجوده في رائد الاعمال, صحيح؟ اكيد. طب ايش هي اهم هذه الصفات او السمات؟ رائد الاعمال بيبقى بيواجه صعوبات وobstacles كل يوم, يعني مصاعب كل يوم, وما بيبقاش عنده الدعم اللي بياخده الشخص اللي بيشتغل في شركه والاستابليشد فهو محتاج يبقى سيلف موتيفيتد, او ان هو بيقدر يحفز نفسه ان هو يفضل يكمل رغم كل الصعوبات ورغم كل التحديات اللي بيواجهها بشكل يومي. فدي حاجه مهمه جدا لازم تبقى موجوده فيه. لازم يبقى عنده ليدرشيب سكيلز او مهارات القيادة. ازاي ان هو يقدر يقنع الناس اللي بتشتغل معاه, هي لسه فكره, يعني دي مجرد فكره او لسه في مرحله يعني في الاول خالص, فازاي يقدر يقنع اللي بيشتغل معاه ان هم يؤمنوا بالفكره بتاعته. فلازم يبقى عنده كاريزما, لازم يبقى عنده شخصيه, لازم يبقى عنده فكر وفيجن واضح جدا للمشروع ده عايز يوديه لفين, وده اللي هيقنع بيه المستثمرين. ما هو المستثمر لما بيجي يحط فلوسه في فكره بيحط فلوسه في الاشخاص اللي ورا الفكره دي. صحيح. فانا عشان اقنع المستثمر ده انا لازم ابقى بنيت بروفايل قوي جدا ورؤيه واضحه عن هذه الفكره وبلان واضحه ومبنيه كلها على دراسات على خبرات سابقة هي بتدعم الشخص ده. فرائد الأعمال طبعا مختلف بشكل كبير قوي عن المدير اللي في شركة هو عنده تارجت معين زي ما حضرتك ذكرتي. هو بيبقى
يعني نجاح او فشل مش بيأثر عليه بشكل كبير المشروع، لانه هو في لانه بيكون في وضع امن اكتر، صح؟ هو في وضع امن بشكل كبير طبعا، وليه الدخل الثابت الشهري، فهو مش تحت الضغط كمان اللي بيتعرض له رائد الاعمال. طيب يعني معنى كده انه رائد الاعمال بيكون منفصل عن الشركه، ولا ولا مثلا بتكون الفكره نابعه من الشركه او من الاساس اللي هو بيعمل فيه؟ رائد الاعمال هو اللي بيبتدي مشروع، يعني هو بيبقى المدير التنفيذي للشركه الناشئه، فهو اللي بيبقى صاحب الفكره دي، هو اللي بيقدر ان هو بفكره وبعلاقاته وبالرؤيه بتاعته ان هو ياخد الفكره دي للتنفيذ، يعني هو ده اللي بيحول الفكره لمشروع قائم يفيد بيه الناس ويقدر يكبر ويسكيل بقى وينتشر وتبقى شركه كبيره بعد كده. ساعتها هيبقى هو بقى هيبقى معاه تيم كبير يقدر ان هو يعني يطور المشروع والفكره دي. استاذه بسمه، طبعا للاسف تشتعل بعض عواصمنا العربيه او بعض الدول العربيه بالكثير من الحروب. هذه الحروب للاسف انتجت عدم وجود فرص عمل، جعلت الكثير يفكر بالهجره الغير الشرعيه الى اوروبا للبحث عن الفردوس المفقود. كيف يمكن مساعدة هؤلاء الشباب على أنه مثلا يعملوا مشاريع صغيرة؟ لأنه أيضا البعض مثلا بيتعذر يقول أنه ما فيش دعم مالي، أنا عاوز مليون دولار عشان أعمل مشروع. هل ممكن أن الأفكار الصغيرة تتحول إلى مشاريع كبيرة؟ كيف يمكن أن نساعد هذا الشباب أنه يعني بدل الذهاب وخوض دروب قد تصل إلى حد الوفاة من خلال عملية التهريب التي تحدث لهجرة الشباب إلى أوروبا، كيف يمكن نساعد الشباب العربي الذي يبحث عن فرص عمل، الذي لا توجد عنده إمكانيات، كيف يمكن أن نساعده بالفكرة، كيف يمكن أن ينطلق بأبسط إمكانات مالية متاحة لديه؟ رائد الأعمال أو الشخص اللي عنده فكرة بيحاول على قد ما يقدر بالريسورسز المتاحة أو بالموارد المتاحة عنده مهما كانت قليلة إن هو ينفذها، يعني ينفذ الفكرة بتاعته. فاحنا عشان نعمل المشاريع الكبيرة قوي اللي احنا شايفينها دلوقتي، مشاريع كبيرة دي ما ابتدتش كبيرة، ابتدت فكرة صغيرة جدا. حد عنده حلم في بالظبط، هو عنده فكرة عنده حلم وابتدى ياخد خطوات، هي دي الفكرة كلها. ان احنا هنفضل نقول اصلا ما عنديش امكانيات، اصلا عندي ظروف صعبة، طب وبعدين؟ احنا خد خطوة، اتعلم، طور نفسك، هتلاقي نفسك الفرص بتتفتح لك، بس انت اللي لازم تتحرك على قد الامكانيات اللي عندك تاخد فيها خطوات. فانا طبعا رايي انه مهما كانت الظروف ما حدش يقف عند الظروف دي، انت تقدر بالامكانيات اللي عندك مهما كانت قليله ان انت تاخد فكرتك دي وتكبرها، وغير ان انت تستخدم الطرق الغير شرعيه عشان تخرج بره البلد او حاجه، لا انت ممكن بالمتاح تبتدي بس تعرف انت عندك ايه، محتاج تطور نفسك ازاي، محتاج تقرا كتير. كل الناس عندها انترنت مهما كان الظروف، كل الناس تقدر تاكسس انترنت، ممكن تطور نفسك وتقرا وتشتغل، حتى لو هتشتغل ريموتلي او هتشتغل عن بعد، بحيث يبقى ليك مصدر دخل، ضمنت مصدر دخل بسيط، تبتدي تطور فكرتك واحده بواحده، فحتى لو هتشتغل اونلاين بس. فده حل. طيب، ممكن يبقى كويس جدا. طيب طبعا ذكرتي انه هذه المشاريع او هذه الافكار بتحتاج لعرض للمستثمرين، ايش طبعاً اكثر الضمانات اللي المستثمرين بيحتاجوا انها تتوفر في رائد الاعمال او في فكره رائد الاعمال؟ طيب ان في احتياج في السوق، دي اهم حاجه لرائد الاعمال، ان هو المستثمر يشوف ان في فعلا احتياج في السوق، وان انت عامل دراسه جدوى صح. يعني هي دي مهمه جدا، دراسه الجدوى دي بيبقى فيها حاجه اسمها ماركت ريسيرش او دراسه السوق، مين المنافسين بتوعك، انت هتدخل بفكر تسويقي عامل ازاي، عدد التيم اللي انت هتشتغل بيه، طب البدايه بتاعتك اللي هي الام في بي او البدايه خالص هتعملها ازاي، وهو برده المستثمر مش هيحط فلوسه في حاجه مش موجوده. صحيح. هو عايز قصه نجاح، اثبت له ان انت تقدر تعمل ده بقصة بحاجة بسيطة جدا بس تنجح. ممكن تفشل عادي، بس ما ينفعش ان انت تستسلم للفشل. الفشل ده معناه درس بتتعلمه، انك حاولت كمان، انك حاولت ودرس بتتعلمه عشان تطور الفكرة بتاعتك. فلما تتعلم وتطور الفكرة بتاعتك ساعتها هتطلع
قصة نجاح هتقولها للمستثمر هيقتنع بيك. وهو في الآخر برضو عشان نبقى صراحة، أي مستثمر بيحط فلوسه بيبقى عايز يعرف العائد، فلازم الفاينانشلز بتاعتك تبقى مظبوطة، تبقى عامل دراسة للحسابات بتاعتك عشان تقدر المستثمر يستثمر معك. طبعا هنكمل باقي حديثنا معك مشاهدينا. ريادة الأعمال بتتصدر هي والأعمال المجتمعية قائمة المشاريع الخدمية والشبابية في أي مجتمع، لذلك بيكون عليها دور كبير بتلعبه في تنمية المجتمع وأيضا خلق فرص عديدة وكثيرة للشباب. صحيح يا سمر، فالقوانين تلعب دورا حاسما في رعاية ريادة الأعمال، لأن ريادة الأعمال غير المنظمة قد ينتج عنها نتائج اجتماعية غير مرغوب فيها من ممارسات غير عادلة في السوق والفساد والأزمات المالية، بل حتى زيادة النشاط الإجرامي. نذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حوارنا مع الناشطة المجتمعية وريادة الأعمال بسمة عبد الفتاح. رح أعرفكم على مفهوم الريادة المجتمعية. الريادة المجتمعية واللي بنقدر نعرف معناها وهدفها من أسمها، بتعني قيام شخص أو مجموعة بإطلاق فكرة مشروع لابتكار حلول إبداعية وخلاقة لمشاكل وقضايا مجتمعية عديدة وبشكل مستدام. طبيعة هاي المشاريع بتحقق دخل، لكن الهدف منه غير ربحي، ويستفاد من هذا الدخل لتطوير فكرة المشروع وتنفيذ أنشطة مجتمعية هدفها المنفعة العامة وتحقيق فرص متساوية للأفراد. بس زي ما بنعرف، لتحقيق أهداف أي مشروع وضمان استدامته، المطلوب أولاً امتلاك أدوات إدارة المشروع، وثانياً تطوير مهارات الأفراد بما يتلائم مع احتياجاتهم. بس يا ترى كيف ممكن نحصل على الموارد المالية والمهارات المهنية لإطلاق مشروع ريادة مجتمعية؟ ممكن يكون الدعم من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، مثل المنحة اللي حصلت عليها لإطلاق فكرة مشروعي، وكمان ممكن يكون عبر مساهمات فردية من قبل طاقم العمل لتوفير الموارد اللازمة أو جزء منها. وهون خلينا نستعرض نماذج وأشكال مشاريع الريادة المجتمعية واللي كان لمؤسسة أكشن إيد فلسطين دور في دعمها واحتضانها. مشاريع بيئية مثل مشاريع إعادة تدوير قطع الأثاث القديمة بطريقة تخدم البيئة لإخراج أعمال فنية مميزة، تقديم الخدمات الصحية من خلال مشاريع بتدعم خدمات الرعاية والثقافة الصحية خاصة في المناطق المهمشة، وغيرها من المشاريع الثقافية والمجتمعية الداعمة لحقوق فئات مختلفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، لخلق قيم مجتمعية وفرص اقتصادية متساوية. ولتتعرفوا أكثر على قصص رياديين نجحوا في إطلاق مشاريع ريادية مجتمعية وتشاركونا تجاربكم ومقترحاتكم من خلال أحد منصات أكشن إيد فلسطين لنفيد المجتمع ونستفيد. عدنا لكم مجددا مشاهدين الكرام ومستمرين في حديثنا مع ضيفتنا في الاستوديو. أستاذة بسمة، أكيد هناك فرق بين ريادة الأعمال التجارية وريادة الأعمال المجتمعية، صحيح؟ صحيح. إيش الفرق بينهم؟ ريادة الأعمال بهدف ربحي دي اللي هي الستارت أبس العادية. ريادة الأعمال بهدف مجتمعي هي السوشيال انتربرايز. ريادة الأعمال أو الشركات الناشئة بهدف ربحي بيبقى هدفها الرئيسي هو المكسب. ريادة الأعمال بهدف مجتمعي اللي هي سوشيال انتربرايز هي قائمة الهدف بتاعها مجتمعي، يعني مش هدفها غير هدفها للربح. فده بس لازم علشان أي شركة تكبر وتستمر لازم يبقى فيه sustainability، وده بيتم بالبيع أو إن احنا يبقى فيه بتجنريت فلوس، يعني بتدخل دخل. عائد، يعني لازم يبقى فيه عائد علشان نضمن استدامتها واستمراريتها. بس انا بدخل الفلوس دي عشان ادخل، يعني في في الشركه بهدف مجتمعي. انا بدخل الفلوس عشان ادورها تاني جوه الشركه عشان افيد بيها ناس اكتر. انما بهدف ربح فانا علشان اكبر الشركه وعلشان ادخل مستثمرين ويكسبوا فلوس اكتر وهكذا. استاذه بسمه، بعض الشباب أو بعض الأسر المنتجة تقوم بعمل أعمال حرفية بسيطة داخل المنزل، يقوم بعد الترويج والتسويق لهذه السلع، يشاركوا بعدهم في بازارات، يشاركوا في أي تجمعات. هل هؤلاء يعتبروا نواة لبداية ريادة الأعمال؟ طبعا، ما هي في الآخر هي عندها فكرة وبتشغل ناس وبتطور المشروع، كل ما بتقدر ان هي
تكتر الناس اللي بيشتغلوا معاها، تكتر المنتجات اللي هي بتنتجها، فبتبيع اكتر، فبتدخل دخل المشروع بتاعها اكتر. فده طبعا ريادة اعمال بشكل كبير. بس برضو عشان ابقى موضحة، ريادة الاعمال او الستارت ابس لازم يبقى فيها فكرة انوفيتيف، يعني ده مشروع صغير. بس ريادة الاعمال مختلفة شوية، عشان لازم يبقى فيها الشق الانوفيتيف، او زي ما احنا كنا بنذكر في الفيديو ده، فلازم يبقى فيها جزء معتمد على التكنولوجيا بشكل ما. فلو بنتكلم عن المشاريع التانية، دي المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، فدي مختلفة شوية عن رواد الأعمال. بس دي هي برضو الست اللي بتشتغل من بيتها وبتعلم ستات وبتطلع منتجات وبتبيعها، دي ممكن نقول ان هي نواة رائد أعمال يعني، او نواة بزنس مان او يعني. دي حقيقة. طيب ذكرتي ان هذه المشاريع هي مشاريع صغيرة، صحيح، اللي هي حتى رائد الأعمال لما بيكون لديه فكرة بتكون لسه فكرة لمشروع صغير. طب هذا المشروع هل لديه عائد أو هو مفيد للاقتصاد مثلا، اقتصاد الدولة؟ ما أكيد، لما هنشغل ناس وهنطلع منتجات، المنتجات دي هنبيعها، فالمشروع ده هيكبر، هنشغل ناس أكتر، هنبيع أكتر، فده بشكل كبير جدا هيفيد المجتمع يعني بكذا طريقة. يعني لو احنا بنشغل الستات فاحنا أكيد بنعلمهم، وبنطور الست ككائن في المجتمع، بتتطور، فده اكيد مفيد بشكل للمجتمع. لما هنبيع المنتجات اللي بتطلع وبندخل عائد، ده اكيد هيفيد الاقتصاد. فده طبعا ليه امباكت كبير جدا يعني. استاذه بسمه، انت قبل قليل ذكرتي موضوع تدوير الملابس، تقريبا الفكره هي جديده، إذا ما طبقت على المجتمعات العربية هل ممكن أن تساهم في ريادة الأعمال وتنمية هذه المجتمعات؟ هل من خلال هذه الفكرة تقومون مثلا بالتعديل على هذه الملابس، مثلا من خلال تطريز معين، قطع معين، إضافة شيء معين على اللبس؟ لأنه يعني عفوا يعني بعض الأشخاص مش عاوز اللبس هذا، خلاص بيرميه للزبالة. طيب احنا دلوقتي لازم نتحرك بشكل كبير جدا ناحية الاستدامة، وان احنا نحافظ على البيئة، وان احنا نقلل الهدر. فده لو انا هكلم عن المبادرة بتاعتي او اللي انا بعمله دلوقتي في دايرة، فاحنا بنعيد تدوير الملابس اللي احنا مش عايزينها. كتير قوي من الهدوم اللي احنا مش عايزينها بتتحول في الاخر لقمامة، او يعني صحيح بنستغنى عنها، بنستغنى عنها للأسف. الهدوم دي احنا بتلوث البيئه وبيبقى ليها اثر كبير جدا على البيئه، واثرها اكتر على البيئه كبيره جدا. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نعيد تدوير الملابس دي، نحول القطع اللي عندنا لشكل تاني. يعني بنطلون قديم احنا زهقنا منه مش هنلبسه تاني، ممكن يبقى باص شويه، ممكن نحوله لشنطه. ودي احنا ممكن حتى نتعلم ازاي نعمل ده من اليوتيوب فيديوز، يعني ممكن نشوف فيديوز على اليوتيوب بشكل بسيط جدا بيستخدموها ازاي نحول الهدوم اللي احنا مش عايزينها او اللي فيها مشاكل لقطعة فنية تانية او قطعة مميزة جديدة خالص. وكمان الهدوم اللي احنا مش عايزينها نقدر ان احنا نبيعها، اللي هي في حالة ممتازة نقدر ان احنا نبيعها ونستفيد بالعائد بتاعها. زي ما انا قلت انه الناس المحتاجة، قبل ما افكر ان انا اتبرع بالهدوم افكر هي الناس اللي انا بتبرع لها الهدوم بتاعتي هيلبسوها فعلا ولا لا، هل هو احتياجهم هل دي احتياجاتهم ولا لا. لو مش احتياجاتهم ممكن افكر ان انا ابيع الهدوم دي اللي انا مش عايزها، وجزء من العائد اتبرع بيه، او كل العائد اتبرع بيه لو انا عايز، او جزء العائد اتبرع بيه وجزء تاني احتفظ بيه لنفسي اعمل بيه حاجه ثانيه او استفيد. استاذه بسمه، انا خطرت الان في بالي فكره وانت بتتكلمي، انه ربما يتساءل البعض يقول كيف ممكن اودي الملابس لمن اوديها. هي اولا فكره، مثلا لو فرضنا ان واحد يسكن في عماره، تمام، ممكن يكون في صندوق معين، باب او سله باب العماره بشكل يعني نظيف، واحط الملابس المستخدمه فيها مثلا. دور الشباب في اي حي او تجمع سكني، يعني ممكن ايضا المسجد طبعا. ايضا يا استاذه بسمه، مش بس يعني الملابس، موضوع الادويه، يعني البعض يستخدم ادويه لفتره خلاص مش عاوز الدواء هذا، الدواء هذا بدل ما ارميه يعني تكرمي لسله الزباله، ممكن أتصدق به إلى صيدلية قريبة من المنزل. أحياناً في مسكين لا يملك قيمة دواء أو قيمة الحبة اللي بيشربها، فالصيدلي عارف أنه في شريط مستخدم ممكن يستفيد منه هذا المسكين الذي لا يملك قيمة الدواء. يعني لو فكرنا كشباب ونظرنا حولنا،
يعني ممكن ننطلق من الملابس، من الأدوية، عفوا حتى أدوات المطبخ. يعني ممكن أنا ما أرميش أدوات المطبخ للزبالة. في أسرة فقيرة قد عاوزة الصحن هذا أو الكوباية هذه. يعني عفوا أعتقد أن هناك إهدار في الأسر العربية، يعني بيرموا أي شيء ممكن في أسر يستفيدوا منه، أدوات مطبخ، حتى عفوا علب الشامبو، أي علبة فارغة ممكن أحولها إلى شيء يستفيد منه غيري. ودي فكرة عمل مجتمع عظيم حقيقة. ممكن المبادرة تطلع من هنا، يعني أنه مجموعة شباب كل منطقة يشتغلوا على تجميع الحاجات اللي الناس مش محتاجاها، سواء كانت هدوم، سواء كانت عفش، سواء كانت هوم أبلاينس، يعني حاجات ناس مش عايزاها، والمجموعة الشباب دول يبتدوا يجمعوها ويبتدوا ان هم يدوها للناس المحتاجة فعلا، يبتدوا يبيعوها ويستفيدوا من العائد لخدمة المجتمع. حاجات كثيرة جدا ممكن الشباب يعملها، ومن هنا ممكن المشروع ده يكبر ويتطور اكتر. وبدل ما هو على النطاق الحي يبقى على نطاق المنطقة، وبدل على نطاق المنطقة تبقى على نطاق المحافظة، وبعد كده على الدولة، وبعد كده ممكن الوطن العربي. فهي الافكار بتبدأ بالشكل البسيط ده، فكرة لما بفكرة بسيطة كده، لما نلاقي في احتياج، في مشكلة انا عارف احلها ازاي، فحد رائد اعمال بقى يشمر كده ويبتدي يتحرك، انا شايف ان انا اقدر افيد في الحتة دي، فيبتدي ان هو ياخد الانيشيتيف او ياخد المبادره دي وينسباير الناس حواليه. ايه ده، طب الراجل ده بيعمل شغل كويس جدا، انا هشاركك وانا هشاركك وانا هدعمك في الحته دي. وانا خلاص بقى حاجه موجوده ليها تاثير كبير. صحيح، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده الهدف من اللي احنا بنقوله. طيب اعاده التدوير، اكيد اعاده التدوير بتكون مكلفه، مثلا اذا في مشروع او اذا في شركه خاصه باعاده التدوير، هل المبلغ او النسبه بتكون بسيطه او بتكون كبيره؟ نسبة ايه بالضبط؟ اعادة التدوير، يعني مثلا لدي شنطة قديمة وذهبت لهذه الشركة لاعادة تدويرها، هل القيمة بتكون كبيرة او بتكون مناسبة للمنتج مثلا؟ احنا للأسف لسه في الوطن العربي في حتة اعادة التدوير في early stage او لسه في مرحلة بدائية. كل ما الفكرة انتشرت، كل ما المبادرات زادت، كل ما تأثيرنا بقى أكبر. فبدل ما حضرتك عايزة مثلا إعادة تدوير، عندنا مثلا ورق كتير جدا عايزين نعمله إعادة تدوير، عندنا خشب مكسر عايزين نعمله إعادة تدوير، ما بنبقاش عارفين نروح فين. زي ما بقى عندي الجهة دي والجهة دي والجهة دي والجهة دي، أكيد العائد هيبقى كبير، يعني ده طبيعي. بس إحنا لسه بنحاول ننشر فكر إعادة التدوير والاستدامة في الوطن العربي، وإحنا طبعا بنشجع بقى من موقعنا هذا، يعني أو من البرنامج، إن إحنا نقدر ننشر الفكر ده، وأي حد عنده حاجة مش عايزها قبل ما يفكر يرميها يفكر إزاي ممكن يستفيد منها ويعيد تدوير. أستاذة بسمة، من خلال انخراطك في الأعمال المجتمعية وأنت قريبة جدا من الميدان، كيف شفتي تقبل الناس أو فكرة تقبل الناس للأفكار اللي أنتم بتطرحوها؟ لا شك أنه مثلا البعض قد يواجه بعض الانتقادات أو السخرية، أو يقول الشباب هذول ما عندهمش فكرة عظيمة، أو بينما هذه الأفكار البسيطة بتخدم المجتمع، بتخدم الناس، وبتخدم الأسر الفقيرة. ما مدى تفاعل الناس مع الحملات اللي أنتوا بتعملوها في موضوع تدوير الملابس بالذات؟ في الاول كان ممكن اقول انه المجتمع مش متقبل قوي مثلا ان هو يشتري هدوم تم اقتناعها من قبل او مستعمله. بس بعد شويه لما يلاقوا ان الاسعار بقت غاليه جدا في السوق، فيلاقوا البديل بتاعها حاجه منتج كويس جدا وبحاله جيده، بحاله ممتازه، واسعارها اقل من نص سعرها في السوق. فده اكيد بعد مع الوقت الفكر ده بيتغير. ولو هنتكلم عن الناس المحتاجه، فهما في الاخر هما فعلا بيستفيدوا بشكل حقيقي، سواء ان هما بيجي لهم الهدوم اللي هما فعلا محتاجينها، او ان هما بيجي لهم تبرع مالي هما فعلا محتاجينه، يعني عشان يستفيد بيه بقى في التعليم، في الصحه، في غير كده. فاي فكره مختلفه اكيد في ناس كتيره هتهاجمها في الاول. بس لما حد يبقى مؤمن بالفكره بتاعته ويبقى فعلا شايف انه في تاثير بيعمله للمجتمع بشكل كبير، فده مع الوقت بيغير الثقافه دي. ما هو ده دور رواد الاعمال والناس اللي جايين بفكر مختلف، ان هم بيتحاربوا اكيد في الاول، وبعد كده كل الناس بتسقف لهم. أكيد. طب ده بيحصل ليه؟ عشان فعلا بيلاقوا ان الفكره دي
لأن هو مؤمن، هو مؤمن بفكرته ومؤمن بأنه هذه الفكرة هي ناجحة فعلاً. صحيح. وعملت إمباكت حقيقي. أنت عارفة يا سمر، لسه أنا وسمر بنتكلم يوم أمس، نحن نحتاج يا أستاذة بسمة تشجيع الشباب داخل المدارس. شوفي مثلا يقام عندنا على مستوى العام مثلا نسمع أسبوع المرور العربي، أسبوع النظافة، أسبوع التوعية بيوم الإيدز، أسبوع يعني في فكرة عادة التدوير هي لا تحتاج إلى أسبوع في السنة. يعني أمس سمر بتكلمني بتقول لي ليش ما يكون مثلا في المدارس نحدد يوم في الأسبوع مثلا أنه كل طالب يجيب أي شيء حيرتمي في البيت قديم. طيب كل طالب لو جاب قطعة واحدة، الفصل لو داخله 30-40 طالب، معنا 30-40 قطعة في كل فصل. يعني ممكن المدرسة الواحدة في اليوم في الأسبوع تخرج مئات القطع المستخدمة. وهذه القطع المستخدمة سوف تساهم في خلق فرص عمل للذين لا يجدون مثلا وظيفة، لمساعدة أسر. أنا لا أتصور أنه في لا يوجد منزل في اليوم يعني بيرموا أشياء قد تكون مفيدة، بس ربة المنزل هي لا تعرف أنه يعني أو ما تعرفش المكان الصحيح اللي تضع فيه هذه الأشياء. فممكن نبدأ مثلا من المدارس. دي حقيقة. وبرضو أنا شايفة أن المدارس لازم يبقى فيها مادة لريادة الأعمال. يا سلام. لأنه مش لازم أنه أنا أبقى فكري أنا هتخرج عشان ألاقي الوظيفة. أنا ممكن أنا ممكن أخلق أنا الوظيفة فعلا. بس أنا محتاجة أبقى introduced أو أتعرف على المجال الواسع ده من وأنا صغير عشان أعرف ده. فحتى لو يعني حتى لو دلوقتي مش متاح، أنا بشجع برضو الشباب إن هم يدخلوا على أونلاين، ياخدوا كورسات أونلاين عن ريادة الأعمال ويفهموا المجال ده بيشتغل إزاي، ويشوفوا قصص النجاح العظيمة وقد إيه أثرت في حياتنا بشكل كبير في كل مكان في الوطن العربي. هنلاقي قصص نجاح في مصر، وهنلاقي قصص نجاح في الإمارات، وهنلاقي قصص نجاح في فلسطين. وأشياء هتكون محفزة أكثر إنه أنا أستمر في الفكرة وأؤمن بها أكثر. بالضبط. طب هل إعادة التدوير له سلبيات؟ إعادة التدوير ليه سلبيات؟ أنا مش قادرة أشوف له أي سلبيات. أنا بحافظ على البيئة، بقلل الويست أو الهدر، بشغل ناس، بعلمهم حرفة، بحرك السوق، ببيع وبشتري فلا مش قادرة أشوف أي حاجة سلبية للاستدامة أو إعادة التدوير، بالعكس. طب وإعادة التدوير بتشمل كل المجالات، يعني طبعاً. أعتقد أنها في الأطعمة أو في الملابس أو في أشياء أكثر، هي موجودة في جميع المجالات، صحيح؟ طبعا. يعني يمكن الاستفادة منها في كل المجالات. طبعا. إحنا دلوقتي بنشجع كمان أنه زيرو بلاستيك باجز، اللي هي سينجل يوز أو اللي هو استخدام مرة واحدة. البلاستيك باكس دي انا بتحافظ على البيئة، صحيح؟ طبعا. انا بلاحظ يا سمر هنا في مصر بعض المولات مثلا تكرموا يعني مكان سلة المهملات انه هذا للزجاج وهذا للعلب الكنز وهذا ده عشان يسهل إعادة التدوير. صحيح. فاحنا من الاول كده عارفين ان ده السلة بتاعة الورق، فاحنا عارفين هنعيد تدويرها ازاي، دي بتاعة الكنز وهكذا. أستاذة بسمة، أنا وسمر مستعدين نتطوع معاكي في أي حملة أو خدمة مجتمعية. طالما أنه هذا الشيء يعني بيسعد الأسر الفقيرة وبيساعد الناس. برنامجنا مفتوح طبعا لكل فكرة جميلة تخدم أي مجتمع داخل الوطن العربي. نتفق بأنه الأفكار الصغيرة قد تتحول إلى مشاريع كبيرة وعملاقة. نتمنى لك المزيد من التوفيق في مهامك وفي خدماتك المجتمعية، واسرنا جدا بقبولك دعوتنا لحضور هذا البرنامج الصباحي. شكرا جزيلا لك. شكرا. اتشرفت بك وشكرا. ميرسي قوي على الدعوه. اعزائي المشاهدين، كل مشروع يبدا بعصف ذهني ثم فكره، ومن ثم تطور هذه الفكره الى مشروع صغير، وتطور تدريجيا مع الوقت الى ان تصبح مشروع له كيانه، وايضا ينافس على اعمال كبيره ويدرج ضمن المشاريع الرياديه ايضا. نتمنى أن يكون لكل الشباب كيان ريادي يثبت وجودهم من خلاله طبعا، ويوصلوا أصواتهم فيها ومطالبهم. وفي النهاية هو الموضوع جدا بسيط، أهم شيء أنك تؤمن بالفكرة وتؤمن بأن لديك رسالة سوف تصل، هي تحتاج مجرد وقت فقط. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. وفي المنوعات والجمال، أهم الأطعمة الغنية بالكولاجين التي تغذي البشرة، ومن المعروف أن الكولاجين يساعد في بناء أنسجة قوية وجديدة تسمح ببقاء البشرة شابة ومشرقة.
أيضا ما لا تعرفه غالبية السيدات أن هناك مجموعة من الأطعمة طبعا هنستعرضها معكم في الصور بتكون غنية أو بتساعد على إنتاج مادة الكولاجين في الجسم، وبالتالي هي من الأطعمة اللي يجب إضافتها إلى أي نظام غذائي إذا كنت ترغب في حماية البشرة وحماية الجسم أيضا. وأفضل الأطعمة التي يجب تناولها لزيادة الكولاجين والاستفادة منها الحصول على بشرة متوازنة منها الأسماك والمحار التي تحتوي على عظام وأربطة أساسها الكولاجين، ويعد الكولاجين البحري من أسهل أنواع التي يمكن للجسم امتصاصها، علما أن جماجم الأسماك وقشورها ومقل عيونها هي الأجزاء التي تحتوي على أعلى نسبة من الكولاجين. أيضا الفاصوليا غنية بالبروتينات اللي بتساعد على أو بتساعد في تكوين الكولاجين، ومليئة بالأحماض. الفلفل الحلو أيضا غني بالفيتامين ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والمعادن الأساسية، لأنه مركب في خاص مضاد للالتهابات اللي بتساعد في تأخير ظهور التجاعيد أيضا. وقد ينتج الجسم المزيد من الكولاجين إذ كنتم تستهلكون الثوم بكميات كبيرة، وذلك لغناء بالكبريت وهو معدن نادر يساعد في تكوين الكولاجين ويمنع تدهوره، وتحتوي الطماطم على كمية عالية من الكولاجين وهي مصدر آخر غير مستقل للفيتامينات سي والليكين أحد مضادات الأكسدة القوية لدعم الجلد والحد من التجاعيد. سمر، ومن أو إلى الجمال والموضة أيضا بيمتاز فصل الشتاء، ومعنى موضة فصل الشتاء أنه بيمتاز بالأناقة وبالشياكة، نظرا لأنه بيعتمد على ارتداء القطع باهظة الثمن المصنوعة من الفرو والجلد وغيرها. طبعا كعادة كل موسم بيبدأ محبي الموضة والأزياء قبل هذا الفصل بالبحث عن آخر الصيحات والأحذية، ومنها طبعا اللي بيتناسب مع هذا الفصل، وبنشاهدها الآن. هذه هي موضة هذا الشتاء، وهذه الألوان أيضا المتاحة اللي تستطيع أي سيدة أن ترتديها. وخبيرة الموضة أيضا نهى الشيمي أوضحت أن شتاء 2023 لم يتخلى كثيرا عن ألوان الصيف، ما زالت متواجدة وموجودة، واللونين الأبيض والأسود من القطع الأساسية طبعا في خزانة ملابس كل فتاة وكل رجل أيضا، بالإضافة للأقمشة أو الموديلات اللي بتكون أوفر سايز أو الجواكت اللي بتكون واسعة لنا أكثر استخدامها في هذا العام شتاء وصيفا. ونصحة من ترغب في الحصول على شكل أوفر سايز مناسب أن تحرص على شراء مقاس أكبر من مقاسها المعتاد. وأوضحت أيضا أن الجلد طبعا هو ملك هذا الشتاء وملك الموضة في كل عام، وليس فقط في الجواكت، يمكن أيضا ارتداء أكثر من قطعة جلد في نفس في نفس الطقم، لأنه البعض كان بيقول أنه هي فقط تكون الجاكيت فقط مثلا أو البنطال، ولكن هي أيضا موضة هذا الشتاء أنها تكون جميعا من الجلد. وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الطبية وحديثنا اليوم عن التهاب المفاصل اللي بيعتبر شكل من أشكال من أكثر الأشكال شيوعا في التهاب المفاصل، وغالبا بيحدث بين مفاصل اليدين والركبتين أيضا، ويحدث مع تقدم العمر بيبدأ الغضروف المفصل في الانهيار، ويبدأ العظم الأساسي أيضا في التغيير. عادة ما تتطور هذه التغيرات ببطء شديد، ولكن تزداد سوءا مع مرور الوقت. بعض المرضى ما بيشعرش بهذا الألم من البداية، ولكن بيشعر به على المدى البعيد. في بعض الحالات أيضا بيتسبب في العجز مبكر، ويصبح البعض غير قادرين على القيام بالمهام اليومية أو بالأعمال البسيطة. ومع التقدم في العمر يحدث تآكل في الغضروف المبطن للمفصل الذي يسمح للمفصل الحركة بسهولة. يحدث هذا طبعا التآكل ببطء، حيث يؤدي تآكل الغضروف إلى احتكاك عظام المفصل ببعضها البعض، ما يسبب آلام وتورم في حركة المفصل. كما قد تنفصل قطع الغضروف
المتآكلة وتعيق حركات العظام مما يؤدي لزيادة الألم والتورم والتصلب. الحديث أكثر حول هذا الموضوع نتشرف أن يكون ضيفنا في الاستوديو الدكتور خالد فاروق عبيدو، دكتور جراحة العظام في القصر العيني. صباح الورد يا دكتور خالد، منور البرنامج ومنور الاستوديو. ربنا يخليك دكتور. انا مسرور جدا طبعا بوجودك معنا، سمعنا عنك الكثير لما تتمتع به من سمعه طبيه راقيه هنا في جمهوريه مصر العربيه. يشتكي العديد من الناس وخاصه كبار السن من التهاب المفاصل، ما هو السبب في ذلك؟ وهل يلعب الشتاء دور في زياده التهاب المفصل؟ وهل الأحمال الثقيلة يعني متسبب رئيسي في ألم المفصل؟ وهل المشي لفترات طويلة يسبب التهاب المفصل؟ وهل ارتداء حذاء غير مناسب يسبب كل ذلك؟ هو خلينا برضو مع حضرتك كل أستاذة وضحته في الأول، شرحت بعض التعريف وهي تخص مرض احتكاك المفاصل أو خشونة المفاصل، ونقول الأسباب ونقول الأعراض وإزاي نشخص ونقول ايه اسباب الوقايه، ومنها هنتكلم عن الحذاء وهنتكلم عن الرياضه وهنتكلم عن الاغذيه والحاجات دي كلها. فبدايه مرض الاحتكاك او خشونه المفاصل ده اضطراب بيؤثر الطبقه الغضروفيه للمفصل، وده بيؤدي الى تضرر شديد قد يصيب الطبقه الغضروفيه والانسجه المحيطه، وبينتج عنه الم شديد مزمن، تيبس ومحدوديه في الحركه، وقد يعيق الحياه النشاط اليومي للمريض أو للشخص. ده بداية. ثانيا لما نيجي نتكلم عن الأسباب، لازم نتكلم عن الأسباب عشان نعرف إزاي الوقاية. فالأسباب بيصنف مرض الاحتكاك إلى أولي وثانوي. أولي غير معروف السبب، يعني مش معروف سببه إيه، وفي الغالب بيبقى له علاقة بالجينات وممكن يكون في جزء وراثي. ثانوي له أسباب عدة بقى، يعني من أغلبها السمنة، حدوث إصابة قديمة بالركبة كقطع بالرباط الصليبي، ككسر بالسطح المفصلي، وجود بعض الأمراض كأمراض الروماتويد والنقرس، حدوث التهاب ميكروبي بالركبة، وده بيؤدي إلى تأكل الميكروب بيأكل السطح المفصلي للركبة وبينتج عنه احتكاك وخشونة شديدة بعد ذلك. لما نيجي نسأل نفسنا الأولي مرتبط بالجينات، فزي بنعرف الكلام ده ان احنا ما بنلاقيش المريض عنده حاجة من الأسباب دي موجودة، بناخد تاريخ مرضي بنلاقي حد من الأهل كان عنده حاجة زي كده. هذا بالحضرتك. بالنسبة بقى زي نشخص حاجة زي كده، بيعتمد على حاجتين، على الكشف السريري وعلى الإشاعات. المفاصل الخشونه بتاعتها درجات، وبناء على كل درجه ان احنا ممكن لها طريقه علاج، يعني طريقه العلاج خشونه المفاصل مش واحده، زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان ممكن، والاستاذ قالت ان ممكن المريض ما يحسش وفجاه نفسه انه دخل في الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه وهو ما حسش بحاجه وعلاجها بيبقى صعب جدا في المرحله. طب هل في اعراض اوليه دكتور ممكن يشعر بها المرء في البدايه؟ هو بيحس في البدايه بعدم ارتياح، اولا اثناء ما يجي يربع رجليه، جلس فتره طويله، عند الاستيقاظ من النوم صباحا بيلاقي فيه بعض تيبس ان المفصل بتاعه مش مريح وبينزل من السرير. مثل يا دكتور هذا اللي بنشوفه على الشاشه، ده الفيديو ده بيشرح لنا الدرجات، لان لازم نعرف الدرجات علشان هنعرف طرق العلاج بدون كده، لان طرق العلاج مختلفه. ده فيديو بيشرح بيورينا صوره مفصل الركبه المكون من اسفل الفخذ واعلى الساق وعظمه الرطفه او الصابونه مغطية بطبقة من الغضاريف، وداخل المفصل توجد سينوفيال فلويد اللي هو الغش اللي هو السائل السينوفي. هذا السماوي اللي هو هذا هذا السماوي اللي موجود، ده مسؤول عن الليونة والمرونة وحركة المفصل بسلاسة. هو هذا السائل اللي بيسهل الحركة. هذا السائل اللي بيسهل الحركة. هل هذا السائل يا دكتور خالد مع التقدم في السن بيجف أو بيخف؟ ما هو ده من ضمن الأسباب أحد. ما هو البديل؟ هل في حقن معينة؟ في حقن موجودة طبعاً، وفي أسباب، وده هتختلف على حسب الدرجة يعني. يعني حضرتك زي ما أنت شايف ده حاجة نورمال، لسه المفصل كويس هيلسني ما فيهوش أي مشاكل، الغضاريف كويسة، ففي حركة سلسة ما فيش أي مشاكل. وفي لمعان في المفصل وده الطبيعي عندنا. طيب يا دكتور خالد الحقنة هذه هل لها فترة محددة مثلا
مرة واحدة ولا كل سنة ولا كل شهر؟ هي على حسب تصنيع الشركة ولا حسب تركيب الموليكيولز اللي موجود من الحقنة وخبر حضرتك بيختلف. في شركة بتركمين تقول لك ده سنة، في شركة تانية تقول لك ده سنتين، بس هو في الأغلب هي بتتعداش فترة السنة يعني. لو جينا بصينا بقى على ده المايل ديجري، الدرجة البسيطة، بيبدأ يظهر فيها بعض النتوءات العظمية وبعض الخدوش في الطبقة البيضاء الغضروف المفصلية. طب هذه المرحلة ممكن تكون من حركة غلط مثلا المريض فعلها؟ ممكن تكون من إجهاد المفصلي في بعض الوظائف وبعض المهن اللي بيتعمد أن يبقى تاني رجله فترة طويلة كعمل المناجم بيحصل إجهاد يعني للمفصل، وبيحصل ممكن تبدأ الدرجة دي، فلما عالجهاش بيبروسيد أو بيدخل للدرجة اللي بعدها وتبقى أكثر بتبقى أكثر في العلاج. ودي علاجها سهل جدا، ان هو لو وزنه زايد شويه بيقلل الوزن، لو يتجنب عمل الحركات اللي بتؤدي الى الاحتكاك واخبار حضرتك، وبياخد بعض المسكنات البسيطه او المكملات الغذائيه كالمواد الغنيه بال. لكن عوده السائل لاول درجه او لقبل هذه المرحله صعب؟ لا، في المرحلة الأولى، في المراحل البداية خالص ممكن قبل ما تحدث قرحة في السطح المفصلي، لأن الغضروف لما بيتآكل ما بيتكونش تاني، إنما مجرد حدوث تشققات وكلام من ده ممكن السائل يحسنها شوية، ومع العلاجات المكملات الغذائية الدنيا بتتحسن. ده دي بقى اللي هي الدرجة اللي بعدها شوية، ده بيسموها مدرة أرثرايتس أو خشونة بالدرجة المتوسطة، بيزيد النتوءات العظمية وسطح المفصلي بيتآكل أكتر، ويبقى فيه صعوبة في الحركة زي ما حضرتك شفت كده، وده نتيجة لأن وفي المرحلة دي يبقى في ألم أثناء الراحة كمان، يعني المريض مش مع الحركة بس، ده أثناء الراحة هو ممكن يتألم. والمرحلة دي اللي احنا بنحتاج فيها نستعوض بقى السائل. يعني المرحلة الأولانية بنكتفي بالعلاج وتقليل الوزن، التمارين الرياضية، إنما في المرحلة دي بنحتاج إن احنا نستعوض السائل، لأن السائل قل في الركبة بدرجة جديدة أو ما بقاش موجود بس مش قايم بالوظيفة بتاعته. درجة اللي دكتور خالد، عفوا، هل هناك أخطاء شائعة مثلا بيرتكبها بعض الناس قد تؤدي إلى التهاب المفاصل أو خشونة الركبة؟ مثلا الجلوس بطريقة خاطئة لساعات طويلة طبعاً. مثلا قيادة السيارات مثلا، والأخص بالذكر مثلا سائقين التاكسي أكثر ناس بيستخدموا، أو مثلا سائقي القاطرات الكبيرة، الإفراط في التمارين الرياضية، هل هذه كلها مسببات أو أخطاء شائعة؟ طبعا هو أكثر شيوعا خشونة المفاصل في السائقين اللي بيسوقوا شاحنات كبيرة لفترات طويلة، بيقعد جالس رجل متنية أو معطوفة فترة كبيرة بدون حركة، لأن الحركة نفسها بتحسن وبتشجع إنتاج السائل، في غشاء ميمبرين موجود جوه الغشاء السينوفي، الحركة بتخليه ينتج السائل، عدم وجود الحركة بتخلي السطح المفصلي ملتصق ببعضه بدون سائل بين السطحين، فمرة في مرة بيحصل احتكاك، وبيحصل برضو طبعا إسبازم في العضلات، شد في العضلات، فبيجي بعد كده يبقى المفصل بيبدأ يضيق السطح المفصلي، وتبدأ تنتج بقى يتدرج في درجات الخشونة يعني. طب هل يا دكتور الانزلاق الغضروفي له علاقة ب؟ لا، هو الانزلاق الغضروفي يعني غير مرتبط بالسائل اللي موجود عندنا، ده حاجة تانية خالص، والنوع الكولاجين اللي موجود في الغضاريف غير النوع اللي موجود في الغضاريف بتاع المفاصل يعني، ده نوع تاني خالص يعني مختلف. طيب دكتور خالد، هل هناك مرحلة عمرية معينة على الإنسان أن ينتبه لها ويكون معرض لالتهاب المفاصل؟ هو طبعا هذا اتكلمنا على الوظائف كالسائقين كعمال المناجم، المرحلة العمرية طبعا مع زيادة السن لازم الإنسان يبقى يهتم بشوية ببعض الأمور اللي هي بنعتبرها كوقاية بقى. لو هنجي نتكلم حضرتك عن الوقاية، هنتكلم الاهتمام بالوزن المناسب، وهو الوزن الايديال يعني بيسموه الوزن الايديال، الاهتمام ببعض الأطعمة للحفاظ، وده بيبدأ من بعد سن 50 سنة، المفروض الواحد يبدأ يحافظ على نفسه. ايش تنصح الأطعمة المعينة؟ الأطعمة المعينة هي الغنية بأوميجا 3 كبعض الأسماك كالسالمون والمكريل والزيوت والمكسرات كوكازة الجوز وفيتامين دي، وهو طبعا مصدر موجود عندنا كلنا تحت الجلد، فمجرد تعرض للشمس فهو مصدر طبيعي. أخبر حضرتك. طب في دكتور اتفضل كمل. الاهتمام برضو بشرب الألبان بانتظام ومشتقاتها، الحفاظ بقى على الرياضة بشكل يومي كرياضات خفيفة، يعني الرياضات العنيفة أو الرياضات الشديدة ممكن تؤدي للاحتكاك، إنما الرياضات الخفيفة كركوب الدراجات، المشي،
بسرعة. ده من الحاجات اللي ممكن تحسن أداء المفصل. طيب في مراحل من هذه المراحل ممكن يساعد العلاج الطبيعي على عودة العودة إلى عمل قبل المفصل. عمل المفصل هي في المرحلة المتوسطة اللي احنا شفناها من شوية. ممكن العلاج الطبيعي بيبقى موصوف العلاج الطبيعي الفيزيكال ثيرابي مع العلاج الدوائي مع المكملات الغذائية. ده بنبدأ بيه الأول، وبعد كده لو ما فيش استجابة بنحقن المادة الزيتية أو الهيرونيك أسيد، وأحيانا في الحالات الشديدة ممكن نحقن اللي هو الكورتيكوستيرويد اللي هو الكورتيزون، بس احنا بنبقى مقلين في الكورتيزون لأن برضه بيدي افكت سريع شوية بس له أضرار شديدة، فبدوش إلا في الحالات يعني في حالات منتقاه ويكون هو محتاجها يعني. مش طب في ايضا في الصيدليات يا دكتور او حتى في اغلب الاعلانات اللي على التلفزيون الكريمات او المراهم الموضعيه اللي توضع لخشونه، هل هي عمليه وبتجيب نتيجه؟ لا مش هي غير عمليه، هي مجرد بس انها بتعمل ريلاكسيشن للعضلات المحيطه. لان من ضمن الباثولوجي او من ضمن الجزء اللي بتسببه الخشونه انها بتعمل تهيج في الانسجه والاربطه المحيطه، فهو بيعمل هدوء للاجهزه، انما هو ملوش الدور خالص في خشونه في علاج الخشونه خالص. وثانيا العلاج حتى العلاج الدوائي بعد المرحله الثانيه وانس ان الغضاريف تاكلت وحصل لها ديستراكشن، ومجرد انه بيثبت عند المرحله دي انما هو بيعالجش الغضاريف وبيكونش غضاريف جديده. طيب دكتور خالد، اجهزه التكييف في الصيف هل تؤدي الى التهاب في المفاصل؟ لانه البعض يشكو انه بعد استمرار تشغيل التكييف لساعات طويله بيقوم الانسان هو التعرض طبيعي هو يعني. التعرض المباشر بيأثر على العضلات وبيحصل تقلص عضلي، والتقلص العضلي بينتج عنه التهاب، وده ممكن يأثر في الانسجه المحيطه بالمفصل، انما هو ملوش دور في الخشونه يعني او حدوث الاحتكاك. طيب اجهزه التدفئه كمان في الشتاء هل لها دور في التهاب المفاصل؟ لا لا لا، برضو الحاجات دي ملهاش علاقة خالص. يعني نصائح الأمهات طول اليوم لا تكييف ولا هذه الأشياء هو عادل. هو دي كلها بتسبب آلام عضلية، إنما هي الأسباب اللي احنا يمكن عددنا الأسباب اللي هي أسباب الحدوث الاحتكاك اللي قلتها لحضرتك غير معروفة السبب الجينية أو بقى إصابة أمراض الكلام، إنما الأسباب المتعلقة بالجو العام أو بالأتموسفير دي ملهاش علاقة قوي. هي ممكن لها علاقة بالمهن معينة وضعية معينة، إنما كحرارة أو برودة ما. وبالتالي كان كل الناس اللي عايشين في اوروبا بقى عندهم خشونه، او الناس اللي عايشين في افريقيا من الحر عندهم صحيح. عندهم خشونه يعني. طب في دكتور امراض مثلا مزمنه سكر او ضغط او كده ممكن تساهم في زياده الخشونه؟ طبعا السكر طبعا من الامراض اللي بتسرع وتعجل بحدوث الدرجات المتتاليه للخشونه. وعشان كده من الوقايه طبعا ان احنا المفروض لازم نظبط نسبه السكر في الدم بطريقه جيده. حتى لان المراحل بتبقى اسرع بقى في المريض اللي عنده سكر وعنده احتكاك. لو المراحل في الانسان العادي اللي ما عندوش سكر بتاخد سنين على ما يوصل للدرجه الثالثه والرابعه، لا في اللي عنده سكر في خلال سنتين ثلاثه بيكون وصل للدرجه وبيكون محتاج يبدل المفصل وقت. طيب دكتور خالد، هل تنصح مثلا اللي ساكنين في عمارات باسانسير هل ممكن ان ينزل الدرج النزول؟ هل بيساعد هذا على لا تمارين؟ لا ما انصحش بنزول الدرج او طلوع الدرج نهائيا، ده من ضمن الاسباب اللي بتسبب مشاكل يعني. انما هو المشي السريع او ركوب الدرجات دي اللي بتحسن وتساعد على تخفيف حدوث الخشونه. طيب انما طلوع الدرج ونزول الدرج ده من الاسباب اللي بتعمل مشاكل في المفصل وبتؤدي الى تسرع الخشونه وتعجيل بحدوث مفصل صناعي. طيب يعني في حاله تفضل يعني طلوع السلالم او النزول في حاله فقط الخشونه نتجنبه. لكن اذا كان هو في سلوك لا عادي لو انسان هيلسي عادي ما فيش مشكله. هو نقصد انه لسه طبيعي بس في برضه في حدود المعقول يعني، انه لو طلع ونزل كتير بيضر بيضر، هيعمل اجهاد للغضاريف وهتبدا المرحله الاولى اللي عباره عن تشققات في الغضاريف وجفاف في الغضروف، اجهد طالع نازل طالع نازل، ممكن الماده دي بتستهلك او ما بتشتغلش بالكفاءه بتاعتها صحيح. الماده الزيتيه اللي موجوده جوه، فبعد فتره معينه هيبدا يخش في المرحله الاولى وحدوث تشققات ثم قرح ثم في المعقول ما فيش اي مشاكل خالص بالنسبه للانسان الصحيح يعني. طيب دكتور، بعض الناس مثلا لا يلجا الى الطبيب مثلا عندما يشتكي من الام في الركبه، يذهب الى الصيدليه ويشتري ذلك الرباط الضاغط على الجسم، هل هو صحي انه يرتدي دون استشارة الطبيب؟ لا انا لا انصح بارتدائه يعني، حتى يعني لازم استشارة الطبيب. الرباط الطبي احنا بنستخدمه في الحوادث الحاده يعني، حصل مزق حصل التواء بنستخدمه فتره مؤقته، لان مجرد ما بنربط الرباط الطبي احنا بنضعف العضلات والاربطه المحيطه اللي ربنا خلقها لنا، ووجود الرباط الطبي بيدي اشارات للمخ ان يعني في حاجه ماسكه الرجل خلاص، فبيخلي العضلات تبدا ترتخي. فبمجرد ما يفك الرباط الطبي بيبدا بعد كده
يحس بخلل في رجليه وان رجليه مش ثابته يعني. لا ده احنا بننصحه انه يربطه لو في حاله حاده كالتواء حاد او حدوث شيء حاد، لا بيلبسها فتره مؤقته وبعد كده بننصحه بالعلاج الطبيعي وتقويه العضلات. يعني انا انصحه زي ما الاستاذه قالت ان احنا العلاج الطبيعي نقوي العضلات، انما ما نلبسش حاجه هتسند الركبه من الخارج. طيب يا دكتور، الروماتويد او الروماتيزم هناك فرق طبعا بينهم. طيب. لهم علاقه ايضا بالخشونه؟ هو الروماتويد طبعا ده الاساس له علاقه لانه بيأثر على المفاصل كلها. يعني الروماتويد يعني هو بيكون هو المرض الاساسي وبعدين بيؤثر عليه. هو الروماتويد هو ده اوتوميون، يعني حاجه مرض مناعي وبيبدا من الغشاء السينوفي. ان الغشاء السينوفي بيبدا يهاجم الغضروف المفصلي ويحصل تاكل، سواء كان بقى في الركبه في الكتف في الفخذ. يعني معظم مرض الروماتويد مع تقدم السن بيغيروا مفاصل كتيره، مش مفصل الركبه بس، ممكن الفخذ، ممكن الكتف، ممكن يعني شفاهم الله وعافاهم. السباحه يا دكتور خالد هل هي مفيده؟ هو في حاجتين مفيدين جدا سواء كان على مستوى المفاصل او العمود الفقري، السباحه والمشي من الحاجات المفيده جدا سواء كان العمود الفقري او المفاصل، لان هي الميه بترفع وزن الجسم، ما بقاش في تحميل زايد على المفصل وبتبقى في سهوله في حركه العضلات، فهو من الحاجات المفيده جدا يعني. طيب دكتور خالد، بصراحه يعني هل ارتداء الكعب للسيدات او الحذاء العالي هل بيعمل على آلام في المفاصل؟ وهل أيضا اللي بيختاروا كبار السن عدم اختيار أحذية مناسبة أو مريحة؟ طبعا هو اختيار الحذاء المناسب والمريح ده شيء مهم جدا. الكعب العالي طبعا بيأثر على المفاصل وعلى العمود الفقري، لأن اعتدال الجسم وانتصاب الجسم ما بيبقاش على استقامته ولا على اعتداله. صحيح. فبيبقى الحوض مش ماشي مع، مش متوازن مع الركبة، مش متوازن مع الرأس، فبيزيد تحميل على الركب. فدي من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى حدوث خشونة واحيانا حدوث مشاكل في القدمين. يعني بتساعد فيها صح، بتساعد على في حدوث الامراض او ظهور بدايه ظهور الاعراض، بدايه ظهور الاعراض نتيجه لعدم انتصاب الجسم. يعني راس المفروك منتصب على الكتفين في مستوى الركبتين في مستوى الفخذين، بحيث ان التحميل بتاع الجسم يبقى متوزع بطريقه مستويه ومعتدله على الفخذين وعلى الركبتين. طب هل في أدوية يا دكتور مثلا ممكن تساعد أيضا على إذا كانت في الأعراض أو البوادر، ممكن تساعد أدوية طبعًا مسكنات في مثلا اللي بيتناولها الجميع؟ هي المسكنات بيتناولها الجميع وهي دورها تسكيني فقط يعني، إنما في بعض المكملات الغذائية اللي بتعوض الجسم، بس دي بتبقى لها فايدة كويسة في المراحل والمريض بيرتاح فعلا وبتبقى أموره كويسة يعني. كمنتجات الجلوكوزامين والكوندروتين سلفيت، ويمكن سمعت حتى اتكلمت عن الكولاجين برضو دلوقتي، والمارين كولاجين اللي هو الكولاجين البحري من احسن الحاجات اللي بداوا يستخدموها حديثا يعني. بتحسن بس في الدرجات الاولى. طيب دكتور خالد، هل نلجا او متى نلجا الى التداخل الجراحي؟ هل في مرحله معينه انه لازم ونسمع عن تغيير مفصل؟ احنا بنلجا في المراحل النهائيه خالص من الخشونه الى التدخل الجراحي، واحنا بنعمل مفصل صناعي، والجراحه دي بقت متداوله حاليا وفي بقى في تطور في المفاصل بطريقه كويسه. والحالات اللي احنا بنلجا فيها ان الخشونه بدات تاثر على الانشطه الحياتيه للشخص او المريض، سواء كان هو راجل شغال مدير او موظف، فهو مش قادر يمارس عمله، لا مجرد ما بيعمل المفصل بيرجع بعد فتره بسيطه معينه يبدا يتحرك. احيانا برضو لما بنسال المريض سؤال مهم جدا، بتنام كويس ولا لا؟ لما بينامش بدات تاثر على النوم بتاعه وفي الم مع التقلب في الليل ممكن يستيقظ من الم، لا مش هيقدر طبعا، لازم في المرحله دي العلاج مش هيبقى مفيد اطلاقا، فبيغير المفصل الصناعي. طب خشونه المفاصل او بتصيب الرجال ام النساء اكثر؟ هي اكثر عرضه النساء، انما بتصيب الرجال والنساء وعلى مستوى العالم ملايين من الناس عندهم. هل بسبب مثلا كثره الاعمال المنزليه للسيدات؟ يعني بسبب ممكن حاجه زي كده، وبرضه الوزن الزائد بيبقى اكثر في السيدات اكثر من الرجال شويه. طب عندما تصل المراه لسن الياس بتكون معرضه اكثر للاصابه بالخشونه؟ معرضه اكثر طبعا نتيجه للخلل الهرموني اللي بيحصل، فبيحصل نقص في فيتامين د وفي الكالسيوم، فبيبقى في ضعف في العظم، فممكن يحصل حاجه زي كده في فدي من ضمن الاسباب كمان. طب هل في سن يا دكتور مثلا نبدا حتى لو كانوا اشخاص اسوياء ما بيعانوش من اي امراض، انه هذا السن نبدا ناخذ حذرنا اكثر ومن من الحركات او من التغذيه او من الفيتامينات او كذا؟
طبعا هو بالنسبه للسيد، لو جينا اتكلمنا على السيدات يعني في الافريج بتاع سن 45، طبعا من 45 ل 50 بيبدا تغير هرموني. فبنبدا من الفتره دي نديهم المكملات الغذائيه كفيتامين د ككالسيوم كالمكملات الغذائيه الخاصه كالجلوكوزامين الخاصه بالمفاصل. يعني يفضل من الوقت ده، يعني انا في احيان كتير جدا انا ما بنتظرش ان انا اعمل تحاليل عشان اشوف النسبه، ببدا على طول لان عارف الغالب بتبقى قليله، وبعد كده بنفولو اب التحليل نشوف النسبه ظبطت ولا لا. يعني في الغالب يعني معظم الناس اللي عملنا لهم بعض التحاليل زي كده يعني بنسبه 90% كلهم عندهم نقص في الفيتامين بتاع حاجه زي كده. والرجال بيبقى السن يعني قدام اكبر شويه. احنا ممكن نبدا مع الناس اللي هم الاوبيش شويه او عندهم سمنه ممكن نبدا معاهم، انما الاجسام المعتدله او اللي ما عندوش شكوى او ما اشتكاش قبل كده من ركبته مش شرط ان احنا نديله حاجه. ما شاء الله في ناس كبار في السن وعندهم 60 و70 سنه والمفاصل شغاله بكفاءه ومفيش اي مشكله خالص يعني. طب تغيير المفاصل يا دكتور لهذه المرحله العمريه اعتقد انها بتكون جدا صعبه في هذه المرحله، انه يحدث تدخل جراحي، ايش البديل اللي بيكون؟ البديل للتدخل الجراحي هو طبعا البديل، هو احنا بنحاول نمشي بالطرق التحفظيه بقى كعلاج تحفظي علاج طبيعي فيزيائي كالحقن الذاتيه، بس هي في المراحل المتاخره للاسف ما بتجيبش نتيجه. والمريض بيضطر ياخد كميه كبيره من المسكنات قد تؤثر بقى على الكلى والكبد والكلام. فاحنا بنعمل الاجراءات اللازمه الجراحه، بنعمله تشيك اب كامل نشيك عليه والله اموره كويسه والوظائف الكبد كويسه وظائف الكلى كويسه، بتعمل له موجات صوتيه على القلب الدنيا كويسه. بيغير لو عنده حاجه تعوق الجراحه طبعا بيلجا للعلاج التحفظي وبيستمر عليه حتى لو كان بدرجه متقدمه، لان احنا دلوقتي بنتكلم مفصل ام حياه، راجل قلبه تعبان او صحيح. عنده مشكله صح. في الكلام مش هنعرضه للخطوره عشان التخدير والكلام ده. طب دوالي الساقين يا دكتور ممكن يؤثر او لا علاقه إيه او بعيد؟ هي ما لهاش علاقه بس يعني بتزيد الالم بتاع الخشونه بتؤثر انها بتضيف للخشونه ان الالم بيبقى زايد شويه نتيجه لان لها اعراضها، فيبقى في حرقه زايده في الجلد في الساقين فالالم بيبقى ازيد شويه مع المرضى اللي عندهم دوالي مع احتكاك. دكتور هناك بعض المهن تتطلب الوقوف الوقت يعني طويل ولساعات دون أن يشعر هذا الشخص بأنه عليه الجلوس، كيف يمكن مثلا مساعدته من خلال نصائح يعني طبية؟ مثلا عندك رجال الأمن، مثلا عندك الحلاق، عمال المطاعم بيطلب وقوفهم لفترة طويلة. هو أنا بنصحهم ترى مش بس الوقوف الجلوس فترة طويلة، أنه كل فترة مثلا يكون نص ساعة ساعة لربع يتحرك ولو خمس دقايق في مكانه كده. الحركة نفسها بتحسن الدورة الدموية حول المفصل، بتخلي السائل يتحرك، بتنشط الغشاء السينوفي انه ينتج المادة الزيتية. فأول حركة حتى لو في المكان هي بتحسن الأمور بالنسبة له. الجلوس برضه بقول له لا تقوم من على الكرسي عشان برضه مش المفاصل بس، العمود الفقري كمان بيحصل مشاكل مع الجلوس فترات طويلة. صحيح. كل فترة كده نص ساعة ساعة إلا ربع يبدأ يتحرك شوية في مكانه يعني. والله دكتور خالد مسرور جدا بتواجدك معنا ونصائح طبية جميلة، نتمنى طبعا السلامة للجميع. هناك أيضا بعض الأخطاء الشائعة يا سمر علينا أنه يعني نتداركها ونتناصح أيضا عندما نشاهد شخص مثلا جالس بطريقة خاطئة أو وقوف أو عدم حمل أشياء يعني ثقيلة. دكتور خالد فاروق دكتور جراحة العظام في القصر العيني، كنت ضيف عزيزا علينا من خلال هذه الفقرة الطبية احتكاك المفاصل الأسباب والوقاية. شكرا جزيلا لك. شكرا فندم. شكرا. سمر وصلنا إلى الختام. شكرا. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا، نتمنى لكم السلام ونتمنى لكم يوم جميل وصباح جميل مثلكم، نراكم الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حلقات متجددة وضيوف مميزين كما عودناكم دائما. نتمنى لكم يوم سعيد خلال هذا اليوم، ونتمنى التوفيق أيضا لمنتخبنا الوطني المشارك في كأس خليجي 25 في البصرة في عراقنا الحبيب. كل الأمنيات لكم وتحياتي أنا وزميلتي سمر وجميع طاقم العمل خلال هذه الفترة. لا تنسوا تسمو دائما في وجه الحياة.